يعني عادة كان بيبقى موضوع توازنات القوة ده مهم، يعني عدد القوة الرئيسية اللي موجودة وقد إيه عندها قوة ممكن تتحسب، كانت تتحسب بالمساحة وعدد السكان والقوة العسكرية ومجموعة حاجات زي كده. دلوقتي ابتدت يخش عوامل شوية صعب قياسها لكن هي مهمة للغاية، زي مستوى التكنولوجيا مثلا. كمستوى التكنولوجيا النصيب من السوق العالمية مش النصيب من الأرض العالمية، يعني كان مؤتمر القسطنطينية في 1888 يقعدوا مع بعض ويقسموا أفريقيا ويقولوا ده ياخد شرق أفريقيا وده ياخد غرب أفريقيا، ومثلا الاتفاق الفرنسي البريطاني حوالين منطقة المشرق العربي اللي هي سايكس بيكو وإلى آخره. فانت عندك المساله اللي قايمه فيها الجغرافيا السياسيه دلوقتي دخل فيها الجغرافيا العلميه، يعني مين اللي وصل للفضاء مثلا، ودخلت فيها امور تتعلق بنوعيات القياده، بنوعيه البشر، يعني النوعيه هنا دخل فيها مستوى التعليم، المهاره، الابتكار، السعاده، التسامح، عدد من الحاجات بقت من عناصر القوة النهاردة. يعني بحيث انه ساعات الناس تقول لي عاملين يهاجمونا 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 على موضوع حقوق الانسان وحاجات زي كده. ده بقى احد الموضوعات اللي هي بيبقى فيها انكشاف او فيها تفوق. يعني احيانا بالحق او بالباطل، بس يعني القدرة على الدفاع عنه مهم. فدي نقطة مهمة بالنسبة لما نتكلم على النظام الدولي، انه النهاردة النظام الدولي بيتحرك بطريقة مختلفة عما قرينا عنه في التاريخ خلال القرن 19 ومعظم القرن 20. اخر مشهد كان عندنا فيه تغير النظام الدولي كان مع نهاية الحرب الباردة بالمعنى الجيوسياسي القديم، وبقينا نقول العالم يحكم قوة عظمى واحدة هي الولايات المتحدة الامريكية. وده موضوع حتى سلم بيه، يعني لو كنت بتكلم مع الروس هيقولوا لك في قوة عظمى واحدة، لو بتتكلم مع الصينيين يقول لك في قوة عظمى واحدة. وانا رحت الصين في 2002 لغايه 2002 مثلا، وقعدنا مع الرئيس زيمن، فكان حكايه ان احنا قوه عظمى الصين دي كانت تهمه، يعني تعلك تهمه لا مش عارف ولا ليس شرفا لا ادعي يعني تماما. ده انا لسه عندي 500 600 مليون بني ادم ما زالوا تحت مستوى الفقر وحاجات زي كده.